ها قد هبت رياح القوة فاغتنموها. اليوم أنت ذاهب لخوض الحرب، ستخوض الحرب مع نفسك. أنت لست خائف، أنت لست ضعيف، أنت عبارة عن آلة ليس لها مثيل. أجبني، هل لديك الشجاعة اللازمة؟ نعم أنت كذلك، أنت شجاع، أنت الأفضل. اليوم يسألونك لماذا وغدا يقولون كيف. أجبهم ولا تخف وقل لهم لقد أصبحت إعصار، أأخذ كل ما يأتي في وجهي، لا يهمني الألم، لا يهمني العذاب. لقد تحضرت لهم جيدا، أنا أقوى من الماضي، أنا أقوى من التحديات. جل ما يهمني هو سماع صراخ العضلات. لن أخاف، لن أتراجع، ولن أهرب من تحديات الحياة. أكتفي بهذا وسأترك ضجيج نجاحي يزعجهم. أتمنى لكم نهارا سعيدا أو ليلة هادية. هذا يتوقف على وقت مشاهدتك للفيديو. دمتم في رعاية الله وسلام من الله عليكم.